ننتقل بكم إلى هذه الصور المباشرة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. إذن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين. إذن استقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الرئيس التركي قبيل توجهه إلى الإمارات كان قد ذكر بأن الحوار والتعاون بين الإمارات وتركيا له أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. وإذن نستمع للنشيد الوطني.